والحمد لله رب العالمين حمدا دائما ابدا لا انقضاء له، واصلي واسلم على البشير النذير والسراج المنير حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ابي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. نبارك لإمام زماننا وقائد مسيرتنا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولمراجعنا العظام، ولكم إخوتي الأكارم والأخوات الكريمات ذكرى المبعث النبوي الشريف. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. هل المبعث النبوي الشريف أم الإسراء والمعراج؟ هل كان الإسراء والمعراج في شهر رجب أم في شهر رمضان؟ التساؤل الثاني: هل كون 27 من شهر رجب كونه للإسراء والمعراج مختص بالسنة، وكون شهر رمضان بالمذهب الشيعي؟ هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة: هل رواياتنا تثبت وقوع الإسراء في والمعراج في شهر رمضان وتنفي وقوعه في شهر رجب أم لا؟ فهنا عندنا كم بحث؟ 3 أبحاث، لكن يمكن أن نختصرها بالبحث التالي. أولا، ما هو رأي المذهب الشيعي فيما يتعلق بالإسراء والمعراج؟ هل كان في رجب؟ ما هي الرواية؟ نقول هنالك اختلاف. الرأي الأول يقول أن الإسراء والمعراج كان في شهر رمضان، وعلى ذلك الشيخ المفيد أعلى الله في أعلى عليين مقامه في كتابه مسار الشيعة الصفحة 26. القول الثاني أن شهر رجب هو شهر الإسراء والمعراج، وقد ذهب إلى هذا الرأي الشيخ الطبرسي في تاج المواليد. الرأي الثالث أو القول الثالث في التراث والموروث الشيعي هو التردد بين الرأي الأول وبين الرأي الثاني. أكو متردد، يعني قال ممكن الرأي الأول صحيح ممكن الرأي الثاني، أو متردد متوقف، يعني مرة يحكيه عن الشيخ المفيد في مسار الشيعة، ومرة يحكي عن الشيخ الطبرسي في الموالد. وهذا القول بالتردد ذهب إليه العلامة الحلي في كتابه العدد، وأيضا حكاه الشيخ عباس القمي في مفاتيح الجنان على نحو القيل عن كتاب كحل البصر. هذا القول الثالث اللي هو مردد. القول الرابع: روي أن
الإسراء والمعراج كان في ربيع الأول. حكاه العلامة المجلسي صاحب كتاب البحار عن السيد ابن طاووس. إذن الآن إحنا قدنا شنو؟ أربع أقوال في تراثنا الشيعي. طبعا تجدر الإشارة إلى نقطة جدا، يروي العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه أن عملية المعراج تكررت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 120 مرة. يريد يرجع إلى الجزء 18 الصفحة 387 من كتاب بحار الأنوار. هذا هو الرأي التراث الشيعي. نجي إلى التراث السني نشوف نفس الشيء اختلاف موجود هم أيضا على أقوال. القول الأول قال إنه في شهر ربيع الأول، طبعا احنا بدنا قال وابن أثير الجزري والزهري وعروة بن أبي شيبة ذهبوا إلى هذا الرأي أنه الإسراء والمعراج كان في ربيع الأول. الرأي الثاني أنه كان في شهر رمضان، إذا نشوف هذا موافق علم اللي هو المشهور مشهور الشيعي. الرأي الثاني في المذهب السني أن الإسراء والمعراج كان في شهر شنو؟ رمضان، وذهب إلى ذلك الواقدي، وأيضا السدي ذهب إلى هذا الرأي. القول الثالث أنه كان في شوال ونسب على نحو التمريض، يعني قيل. القول الرابع في المذهب السني هو في شهر رجب، نسب للرافعي وللمقدسي وجزم به النووي، بعد هذا جدا معتبر لديه في كتابه الروضة. النتيجة أن الإسراء والمعراج كونهما حدثا في شهر رمضان هل هو من مختصات الشيعة؟ شفنا روايات أيضا إلمن استنى موجود. هل الإسراء والمعراج في شهر رجب مثل هذا اليوم؟ هذا اليوم هل هو من مختصات السنة؟ ليش؟ الشيعة موجود. هذا أول. اثنين، هنالك رواية محدث القطب الراوندي في كتابه القيم الخرائج والجرائح في الجزء الأول صفحة 141 يروي هاي الرواية عن علي سلام الله عليه سلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كان بعد 3 سنين من البعثة أسري به إلى بيت المقدس وعرج به منه إلى السماء ليلة المعراج. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.